السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. بمشاركة حرفية واسعة انطلاق فعاليات القرية التراثية بولاية البريمي. معرض فني على ضفاف البرك المائية بولاية وادي بني خالد. عرض تونسي مغربي بأيام قرطاج الموسيقية. أهلا بكم. بمشاركة واسعة من أصحاب وصاحبات الصناعات الحرفية انطلقت بولاية البريمي فعاليات القرية التراثية والتي تستمر 4 أيام. عبق التاريخ التليد وشذل الماضي الجميل وتفاصيل أخرى اجتمعت كلها في حضن القرية التراثية بولاية البريمي. هذه القرية التي شيد أركانها هذا الشاب العماني بلمسات فنية أعطت للمكان بعدا جماليا مميزا. طبعا القرية التراثية هي أحياء العادات والتقاليد في محافظة البريمي. بداية من بدينا نشرنا عن الموضوع عن الفعالية، نعرف المجتمع، نعرف الشباب بعاداتنا بتقاليدنا بموروثنا الحضاري اللي نحن تربينا عليه وعشنا عليه ولا بد أن نحافظ عليه. الزائر للقرية سيجد أمامه ما يدعو للإعجاب والاهتمام، فبعض الصناعات الحرفية خصوصا تلك التي جاءت من البيئة البدوية استطاعت أن تلفت الأنظار، إضافة إلى الأركان الأخرى والتي بلغت 18 ركنا. جاي من ولاية محوت من الوسطى، واشتغل في الخروي نسق، وفي السوح شمل، وفي الخطم خطم بوش، عن هناك تكون زانة تيم الخري ومن المسح ومن الياعد ومن إكفال ومن أبطان الغرضة، لكنهم حلفوا يسدوا خدمة النسي، وهذه صناعتنا حنا نصنعها. الشغلة يعني نخدم ميداليات مال السيارات ونخدم غرض، ألا الغرض مال بوش يعني لا مال بوش مال العرضة، ومسوح ومحاوي وخروي لهن ألا نحن معلقينهم، والسياح يعني كلها حرفتني، شغلي ديني يعني مش مستورد معني. وفي خيمة الضيافة يلتقي الحضور لتناول القهوة العمانية وتبادل الأحاديث في تجسيد حي لصورة من صور الحياة العمانية القديمة. ما شاهدته وليس بغريب علينا كعمانيين، فهذه أعرافنا وتقاليدنا وموروثنا والمفروض يحافظ عليه، كما هو الاهتمام السامي حفظه الله أنشأ هيئة خاصة في هذا الجانب للحفاظ على هذا الموروث العريق. أبواب القرية ستكون مفتوحة للزائرين من 12 وحتى 15 من شهر إبريل الجاري في الفترتين الصباحية والمسائية في موقعها المحاذي لبوابة البريمي. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة البريمي. بهدف الحفاظ على الموروث العماني الأصيل أقيم ملتقى مثلث حبروت التراثي للمزاينة والمحالبة بولاية المزيونة بمشاركة العديد من ملاك ومربي الإبل. الملتقى إلى جانب مسابقة المحالبة والمزاينة اشتمل على معرض للصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية والمأكولات العمانية. بمشاركة العديد من ملاك ومربي الإبل أقيم ملتقى مثلث حبروت التراثي للمزاينة والمحالبة بولاية المزيونة وسط حضور واسع من الملاك والمهتمين بالأصالة والموروث العماني الأصيل. في الأيام الأولى للملتقى أقيمت مسابقة المحالبة لمعرفة أكثر الإبل إدرارا للحليب، والتي هدفت لتشجيع المشاركين للمحافظة على الإبل الجيدة بمشاركة أكثر من 50 ناقة من فئة العمانيات الأصايل وفئة الضرائب. أما مسابقة المزاينة فقد شهدت مشاركة واسعة بأكثر من 230 ناقة من أصناف العمانيات الأصايل والضرائب، والتي قسمت إلى أشواط المفاريد والحقائق واللقايا والإذاع والحول، وأشواط للشرايا وأخرى للجمل والزمول. الحرف والمشغولات اليدوية هي الأخرى حاضرة في هذا الملتقى
بمشاركة العديد من الحرفيين والحرفيات الذين قدموا للزوار صناعاتهم المختلفة كالسعفيات والجلود، بالإضافة إلى المأكولات العمانية التي كانت من الفعاليات الرئيسية. هذا الملتقى في مثلث حبروت بولاية المزيونة، وما بذلوه ما بذلته اللجنة والمواطنين في هذا الملتقى لهو دليل جدا على أن مولانا غرس حب الوطن وحب الأصايل والتراث العماني الذي ضار في جذور التاريخ في كل أرباح السلطنة. أيضا ما شاهدناه من فقرات وأنشطة هي دليل على أنه سوف ينقل هذا التراث العماني الأصيل إلى الأجيال القادمة. كما استمتع الجمهور بالفقرات والفنون المتنوعة التي قدمت في الحفل الختامي. في الختام تم تكريم الجهات الحكومية الداعمة والقطاع الخاص والمساهمين والحاصلين على المراكز الأولى في مسابقة المزاينة والمحالبة. سالم زعبنوت المهري من مثلث حبروت بولاية المزيونة محافظة ظفار. باعتبارها أحد المقومات السياحية بمحافظة شمال الشرقية، سعى معرض فني على ضفاف البرك المائية بولاية وادي بني خالد إلى ربط الفنون التشكيلية بالطبيعة من خلال عدد من اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية لعدد من المواقع السياحية. على ضفاف البرك المائية بمنطقة مقل بولاية وادي بني خالد، حيث الطبيعة تتحدث عن جمالها، كان هذا المعرض الفني الذي افتتحت فعالياته على إطلالة هذا الموقع السياحي. جاء هذا المعرض إبراز للإيجادات الطلابية التي تزخر بها مدارس تعليمية شمال الشرقية. هذا المعرض وهذه الإيجادات في ولاية وادي بني خالد تحكي قصة هذه البيئة، فعبروا أبنائنا الطلبة والطالبات بمهاراتهم بوجدانهم عن ما تحتويه هذه البيئة من معالم سياحية جميلة. بالنسبة لأهداف هذه الفعالية هي تنمية الإيجادات الطلابية في مجال الفنون التشكيلية، ربط الطالب بالبيئة المحيطة به والاستفادة من المناظر الطبيعية وجمالياتها وتحويلها إلى لوحة فنية بأنامل الطالب المجيد. أيضا اختيار طبعا موقع مميز كما تلاحظون هو منتزه مقل بولاية وادي بني خالد، بالإضافة إلى ذلك تعزيز الجهود والتعاون في نشر الوعي السياحي مع المؤسسة الحكومية وخاصة وزارة السياحة. أنشودة وطنية وفقرات فنية تضمنها حفل افتتاح المعرض الذي يحكي روعة الطبيعة التي يعيشها أبناء وادي بني خالد لتتشكل منها هذه اللوحات الفنية. قدم هذه اللوحة اللي هي تعبر عن تراث أجدادنا السابقين اللي هو حصن العدفين، هو مقوم من مقومات السياح في ولاية وادي بني خالد وساهم كثير من في الاقتصاد الدولة، وهو من ضمن المناطق السياحية في السلطنة. سعيدة جدا بالناس الذين التقيت بهم واستمتعت بهذا المعرض الفني الذي يعكس جمال الطبيعة، كما أعجبتني الصناعات الحرفية في المعرض وكذلك التقاليد العمانية، والناس هنا يحملون الابتسامة في وجوههم. إبداعات منوعة في مختلف المجالات الفنية منها الصناعات الحرفية والتصوير الضوئي، وهنا تبدع أنامل الطالبات أجمل اللوحات وسط أجواء طبيعية ساحرة. إذن اجتمعت هنا اليوم جمال الطبيعة وريشة الفنان لتبدع أجمل اللوحات. أحمد بن محمد المعمري من ولاية وادي بني خالد محافظة شمال الشرقية.
احتضن مهرجان أيام قرطاج الموسيقية بتونس في دورته الرابعة حفلا موسيقيا مزجت فيه بين الموسيقى المغاربية والعالمية مع الموسيقى الحديثة. اشتمل الحفل على عدة لوحات فنية ومقطوعات شرقية وغربية تحمل رسائل سلام وأمل لشعوب العالم. كما احتوت المسابقة الرسمية للمهرجان 12 عرضا موسيقيا، منها 8 من تونس و3 من مصر والمغرب وأفريقيا الوسطى. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. محاولة لكشف الحياة على كوكب المريخ، علماء يجرون دراسات على صحراء أتاكاما في تشيلي. أهلا بكم من جديد. في إطار احتفالات مكتبة الإسكندرية بمرور 15 عاما على افتتاحها، أقيم معرض للجمهور بعنوان مختارات من المقتنيات الفنية لمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى 6 من مايو المقبل. يضم المعرض نحو 200 عمل من بين أكثر من 4000 قطعة فنية تملكها المكتبة، فضلا عن نشاطاتها المتعددة في مجال الفنون التشكيلية والبصرية، كما يشتمل على مجموعات فنية خاصة بالمكتبة والتي تضم ما يزيد على 2000 قطعة فنية موجودة على شكل معارض دائمة. ولا زلنا في مصر التي أبدع أحد أبنائها في صناعة نماذج لسفن تاريخية داخل قوارير زجاجية تعكس الإرث البحري الضارب في التاريخ للحضارات المصرية عبر الحقب المختلفة. هي حرفة تتطلب الكثير من الصبر والجهد، لكن الفنان المصري إبراهيم عنتر يرى أن رؤية تلك الأعمال الفنية بشكلها النهائي يستحق هذا العناء. الأمر بدأ مع عنتر حين شرع في تعلم صناعة نسخ مصغرة من سفن تاريخية داخل قوارير من الزجاج كهواية قبل 9 سنوات، لكنه يمتلك الآن ورشته الخاصة التي يصنع داخلها تلك الأعمال الفنية باستخدام الأسلاك وقطع صغيرة من الخشب. من البداية خالص بحاجة زي كده بنبدأ نعلم بالقلم وقطر وبالأدوات دي، بنبدأ نفرغ مجسم المركب خالص من البداية بدي، يبقى عبارة عن حتة خشب زي كده، بنبدأ نرسم شكل المركب على الخشبة بالقلم الرصاص، وابدأ بعد كده اجهزه واشيله بمنشار صغير اللي هو الاركيد، كله شغل يدوي، ببدأ اشغل فيه الحاجة دي لحد ما يطلع معايا شكل معين، وبصنفرة ببدأ انعمه وابدأ بقى اجمع المركب واشتغل فيها جوه الازازة. وقبل أن تتضرر السياحة في مصر بعد انتفاضة عام 2011، كان الطلب كبيرا على منتجات عنتر بين السياح الباحثين عن هدايا تذكارية فريدة من نوعها، لكن حجم مبيعاته تأثر بسبب تراجع السياحة. إلا أن هذه الانتكاسة لم تمنع عنتر من مواصلة فنه، حيث يحلم بأن يمتلك في يوم من الأيام متجرا خاصا لبيع أعماله الفنية وتصدير منتجاته إلى الخارج. نبيع الناس، يعني الناس بره بيقولوا بتعملوا واحنا بنستهلك وبنستورد ما بنصدرش حاجه، ما بنعملش حاجه كويسه. لا، احنا في عندنا حاجات كتير، وفي ناس يعني زي تاني بيعملوا شغل مختلف، شغل هاند ميد كله، وبيصدروه لبره. احنا عايزين نصدر الحاجات دي، احنا عندنا حاجه، اي حاجه بنقدر نعملها. عنتر الذي يمكن له أن يقضي ما يصل إلى 2 في صنع سفينة واحدة، ينتج أيضا هياكل على هيئة بنايات تاريخية قد لا يزيد طولها عن 3 أو 4 سنتيمترات.
يعد مهرجان كان السينمائي أحد أهم المهرجانات السينمائية عبر العالم، والذي يرجع تأسيسه إلى عام 1946، حيث أعلنت إدارته عن البرنامج الرسمي لدورته 70، والتي تنطلق في مايو المقبل، وذلك من خلال مؤتمر صحفي. 18 فيلما كشف تييري فريمو مدير مهرجان كان السينمائي عن اختيارها للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة 70 للمهرجان، والتي تنطلق في مايو أيار المقبل. وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس، أعلن فريمو أن من بين هذه الأفلام أعمال للمخرجين سوفيا كابولا ومايكل هانيكي وفرانسوا أوزون. وأعلن تييري فريمو المدير الفني لمهرجان كان وبيير ليسكور رئيس المهرجان عن اختيار 49 فيلما من 29 بلدا للمشاركة في المهرجان هذا العام، من بينها أفلام أخرجتها 12 امرأة وأول أفلام روائية طويلة لتسعة مخرجين. روسيا ستشارك بقوة في مهرجان كان هذا العام، في حين غابت الصين والهند تماما رغم الإنتاج السينمائي الغزير في كلا البلدين، كما لم يجري اختيار أي أفلام من إنتاج استوديوهات هوليوود. مهرجان كان سينطلق يوم 17 من مايو أيار بعرض إشمايل جوستس أو أشباح إسماعيل، وهو أحدث أفلام المخرج الفرنسي أرنو ديسيبلين، ويقوم بدور البطولة فيه ماتيو أمالريك وماريون كوتيلار وتشارلت جينسبورغ. وتشمل قائمة النجوم الذين سوف يسيرون على البساط الأحمر لمهرجان كان هذا العام آدم ساندلر وهواكين فينيكس وجوليان مور وجيك جيلنهول وتيلدا سوينتون وكريستين ستيوارت. بينما قال منظم المهرجان إن الممثلة الأسترالية الشهيرة نيكول كيدمان ستشارك بأربعة أعمال في دورة العام الحالي، منها فيلمان بالمسابقة الرسمية هما The Beguiled و The Killing of a Sacred Deer، وعملان آخران خارج المسابقة وهما فيلم الخيال العلمي How to Talk to Girls at Parties وحلقة من المسلسل التلفزيوني Top of the Lake. يجري علماء الأحياء الفلكية دراساتهم العلمية على الصحراء أتاكاما في تشيلي التي تشبه تربة كوكب المريخ، سعيا إلى معرفة أين يمكن أن تكون هناك حياة على كوكب المريخ وما الشكل الذي قد تتخذه. المزيد في التقرير التالي. تعد صحراء أتاكاما في تشيلي أكثر بيئة على الأرض مشابهة لسطح المريخ بحصاها وتربتها وجفافها الشديد وحرارتها القصوى، لتشكل بذلك وجهة مفضلة للعلماء الذين يدرسون إمكانية وجود آثار حياة على الكوكب الأحمر. ورغم هذه الظروف القاسية، تمكنت الحياة من البقاء فيها على شكل كائنات مجهرية تصمد في ظل انعدام المياه وشبه انعدام الغذاء وتحت أشعة شمس حارقة. إن كانت الحياة ممكنة على المريخ فهي مماثلة جدا للحياة هنا. كوكب المريخ هو من أقرب كواكب المجموعة الشمسية للأرض، وهو أيضا محط أنظار العلماء منذ عقود، وقبل 4 سنوات هبط عليه روبوت أمريكي بحثا عن آثار للحياة على سطحه. إن دراسة الحياة على كوكب المريخ تفيد في فهم نشوء الحياة وتطورها على كوكب الأرض، وبخلاف كوكب الأرض الذي تتغير أشكال الحياة عليه وتتطور، يبدو كوكب المريخ معلقا في زمن سحيق من عمر المجموعة الشمسية، لذا فإن أي متحجرات يعثر عليها على سطحه ستكون شاهدة على ما كان عليه أصل الحياة على الأرض. قبل ختام نشرتنا الثقافية، هذه إعادة لأبرز العناوين. بمشاركة حرفية واسعة، انطلاق فعاليات القرية التراثية بولاية البريمي. معرض فني على ضفاف البرك المائية بولاية وادي بني خالد. عرض تونسي مغربي بأيام قرطاج الموسيقية. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.